ام بي بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. وش ذا الفلة؟ متأكدين ان احنا في الصياد ولا في التيون؟ ولا بالوناس؟ والله ما توقعت كذا. يا جماعة انا مشي كبدة حاشي. هم بعاد كبدة حاشي. يعني في مضاربة هناك؟ وانت كل تجمع تشوفه تقول مضاربة؟ دزها دزها ياسر خلينا نشوف ايش السالفة. يلا. 600 شكلهم يحرجون على بعير. يا غبي دي ناقة ما هي بعير. هي بالله صدقت أشهد بالله أنك راعي نظر، هذه ناقة ما هي بعير. ياه والله يا أنت أفهم يا كفتة ما شاء الله عليك. أيوة أنا عندي فراسة بالحيوانات. خلونا نقرب منهم. 700 750 850 مليون. مليون. كمل عادي كمل. كمل عادي كمل. زود 100 عادي. مالي دخل فيك. والله العظيم يا اخي. يلا هلقم مسوي فيها تلعب فيفا. احد عنده زود خلصتم. من اللي اخذ الناقه؟ عامر. وكم اخذها؟ مليون. آه يا أبو معجباه أنا من السنة اللي طافت بايعها يوم الديون حدثني، والحين اليوم أنا جاي عشان استردها ورجعها. أقول راحت المليونين. يدي طب يدي شوي يدي عورت. أجل غراضة. 3 مليون. 4 ملايين. طب يدي فك يدي عورت. 5 كل 5. مبروك مبروك الخمسة مليون يا عامر، سدد المليون واربعة مليون حلال عليك. أقول عسى ما حد ينسانا من 4 ملايين. ملايين. لأن وجيهنا وجيه خير عليه. عليه. ومن حضر القسمة يا شباب فليقتسموا. يقتسموا. صحي لسانك. مرحبا أبو. حي الله الشيخ عامر. تفضل طول الله عمرك. يا ابوي افتح لك مطعم بخاري، ما انتو فرموزه كبيبه زي اللهب. وش ما انتوها انت الا ان اخذنا قطعه ارض بذا ونزرع نخل وما صنع تغليف. ما عليك منه يا عامر، اسمع كلامي، افتح لك لاونج في التخصصي وجيب لك احلى فنانين. يا عيال في مباراه اليوم؟ لا يا ابوي. اجل من ذولي. هلا والله اتحداك يا كبير انت. سلامات سلامات. المفروض باثريوس فوز المركز الاول وربع بنطامي فرحانين بالفوز. مبروك مبروك تستاهلون. مبروك 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 تستاهلون. يا عيال جو التحديات عندهم البطل، انا قررت ادخل معهم واخذ لي واحد مفروض. بس يا عامر حنا يبيلنا واحد يفهم في الامور.
تراها يا شباب يعني بعاليم هي دجاج. أفو عليك، وين راح كفته أبو الكفاتي؟ يا حبيبي كفته هو راعي نظر. اسألها وأنا بالمكفت. أتحداك يا ابن مكفت. هذا حاشي. أما عاد حاشي يا كفتة، عطنا العلم، هي تصلح ولا ما تصلح؟ أقول يا كفتة افحصها زين، لا تنكبنا، تراها فلوس. كم وزنه؟ وانت بتوديه للمقصب أولاها بعد يا الفقار وقويصر بالكاتم. هب كنتوا جايين تشترون ولا تستابلون إذا ما معكم 700,000 ريال ولا الخلاء؟ سلامات يا ابوي، والله لو انها جايب لك زز. هبك ما تدرون وين البل فيه، هذا القعود على بارود بن صاهود بن جلمود. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مبين عليه ولد اصول ادب رزه وبراطم. يا ناس عليه يا استاذ، ولد بارود هذا ايش اسمه؟ ما بعد سميته، واللي بيشتريه يسميه مجلعت، وانا اللي بشتريه علشان تعرف انه ما انطقطق. هذا اكيد احد مرسله من منافسينا. ما قلت والله يا ابو قبلان، هذا واحد يدري براسه ولا يدري وين ربه حاطه. هذا شكله من الحذران اللي ابوه يعطيه دريهمات وقال روح تمشى في الصياد. هب يا الحذري، ما لقى يتمشى الا عندي هنية، لكن هين تمشيته هذه بتخليني امسك ذمه واسمع على علبه. اوريك يا ابو الاغابيب. يا عيال ذا وراه تأخر، الشمس بتغيب، نبي نروح نريح. بشركم يا عيال نقلت الملكية الحين. يا عامر أنت شاري الدينة ولا القعود؟ لا شاري القعود، بس ترى الإجراءات ما بسهلة، في شريحة بيانات تنقل المعلومات كلها حقت المالك الأول وتجي لي. يا الربع لقيت لكم أهل القعود، شباب طيبين ودقاق ورقاق وحلا. من معي؟ أنا عامر. من وين؟ من حي السليم. ونعم. وين؟ سكوش جدة حي الهندوية. كفتة رأي نظر من الجرادية. ياسر من الشفا. تركي من أم الحمام. صالح من القصيم. خذيته المفروض وسميته مجلعد وبتحدى فيه بالمفاريد، ويا بعزها ولا بعزاها؟ لا والله في عزاها، في عزاها إن شاء الله. كوفو يا راعي مجلعد، ترى المنافسة حامية وأشوفك واثقة من نفسك. يا بالله واثق، واثق ومن تفخ الرأسه، لكن الرأس هذا الله ما ينسمه غيري أنا. أثق بالله أولاً، ولكن في عوننا في الميدان، واللي في راسه شيء يجي للميدان. تحسي وتعقب؟ إن شاء الله هني لفرك هشمة. يا أبو قبلان تخوي ربعتني، الله يربعك. وش علمك؟ هل معذر هل معذر، يقولون عنده واحد راعي نظر هو اللي اختار له القعود. راعي نظر؟ هلا هلا الله يمليانا، شفته هذا وخياه اللي معه، ولا يزولهم ما هو زوله ناسين يبين يجيبون واحد راعي نظر، لكن نكمحهم راعي نظر. وش اسمه؟ اسمه كفته يا ابو قبلان. جعل والله يكفي تهشر هالكفته. عال عال كفته، تعيد تعيد، هذا في اسلام عري تعيد. وكذا هو هذا طاوي الجوع، هذا يدور العيشه، ما هو ذول واحد طال عمرك يدور بر ومزاين، لكن هين هين يا ريجيل. الوعد الوعد، الميدان الميدان يا ميدان. هذا وش جابه؟ شوف اللي رفعوا المزاد، الله واخوياو. هذا نظامكم؟ اقول ياشين السرج على البقر. يلايم يقول لك تحداني انت. انت ورا ما تقش خوياك هذول اللي معك وتروح تلعب بلاي ستيشن، ابرك لك. لا تجي تحدى عطران الشوارب. اقول يا عطران الشوارب، الوعد بالميدان. أنت ما تعرف من تلاعب. هذه حقة بلاي ستيشن. ها؟ حقة بلاي ستيشن. أنت ما تعرف من تقاوم. هذه حقة مواتر. بعد.
أنت ما تعرف وبس. يا شيب عيني شيبة ولد أبك انفست علي والربع كلهم يشهدون وكلامي أنا مثل السيف. انفست علي ترى إلك منقية إلك أنت لحالك. أشهد يا رجال يا رجال خلكم شاهدين الرجال يقول انفست عليه يعطيني ناقة المنقية. أنا شاهد أنا شاهد إن شاء الله الناقة ناقتك المنقية. لا والله القمزة القاشرة تلطك أنت خوياك. كالمنقية ما هي بناقتي. المنقية 20 ناقة انفست ترى هيك. لكن ما فزت وفزت أنا قعودك قعودك نبنق صبه وبنت عشاها نوري يجيب. سلامات يا كابتن. تبغاه يقصب قعود ب700,000 احنا فين؟ قوم يا واد. هذا والله اللي مشاركته ما هي في محلها. اقعد 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 هذا تحدي. من كان خويكم يبي يناطح الرجيل وصام خروص يتحدى. وان كان ما هو بكفو برخمه يهز على شحم ويقعد. اقول تم وانا راعي مجلعد. نتوجه نطلع الفائز بالمركز الاول مجلعد العامر بن علي. اليوم معي صاحب الانجازات والنواميس، صاحب النظره الخارقه الحارقه بمجلعد الدق الرق والحلا الاول وقفى بمنقيه ابو قبلان. هلا والله وسهلا. الله حيه. ارحب ارحب. وش التخطيط والخطط؟ انا ما خططت وانا اخوك، احنا طالعين نكشت بالصياد انا والربع تمام؟ وجدت بفضل الله الحمد لله والشكر لله اخذنا المركز الاول. وش ذا الثقه يا عمرو؟ يا ابن حلال انا راعي شناح، راعي الظهير، راعي الضمير، راعي الرب وهسلي يا وش ذا يا عم؟ امزح معك امزح، انا راعي مخرشوف يا ولد. ثقة عليك. وش تواعد جماهيرك؟ اواعدهم بشتات، اواعدهم بالمنقيات، اواعدهم بالفردي، هم يختارون ولا لا يا عيال؟ وين يتحدى وين ثقة الثقة؟ انشر السناب ذا في كل مكان، شيروا شيروا. وافي يا قلن. عفو عليك. فالك نخبة النخبة يا عامر. مشكور يا عريد. والله وصلت راعي منقيات يا ولد عمي، عز يا مهلال عز يا مهبول. عفا عليك، انت يا صالح من اليوم ورايح وكيلي. لا لا وقف 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 وقف، وش ذا؟ يعني شلون يعني عشان ولد عمك جاي تحط وكيل؟ ايه عشان ولد عمي، عندك شيء؟ لا تخاف يا تركي، انت ابى احطك مسؤول العلاقات العامة. مسؤول عن الشعر والاحتفالات. بيض الله وجهك. لا يا شيخ. وانا تبيها دزها الاستراحة؟ عفو عليك، انت خوي يا ابوي، انت مسؤول عن السناب والمواكب، ابيك تشتري لي جي كلاس وشاص وجيب لكسس، اوكي؟ ابشر بها. اي يا ابوي انا ايش مهمتي يا ابو خربوش؟ اقول الله يخلف بس اسمها ام خرشوف، لا يسمعك عريج ويدور لك. انت مسؤول التغذية والتعليف، وانت كفتة راعي نظر زي ما قلنا لك. انت نصاب شغلتنا راعي نظر ولا شفنا منك ولا ريال. انا نصاب يا تبابي. اي لحظه لا انتبه انتبه، تغلط على الشيخ عامر. انتبه انت حرامي، المفروض تعطيني 1000 ريال لانه انا اللي اخترت المفروض. اقول ليتك جبت صامولي. دزها دزها الاستراحه كعابي، ما نحتاجك. يلا هين الوعد قدامي عامر. اقول انقلع يا الدرثوم انقلع. كوك 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 كوك. وكذا ما هو بالرجال راعي النظر اللي يشتغل عند عامر؟ ها؟ إيه والله إنه هو. صفت صفت.
مسيت بالخير. مساء الجن والعفاريت. افا وش فيك انت؟ عامر النصاب ما اعطاني حقي وطردني. عامر طردك؟ امش معنا ومالك اللي يدس بشاربك. انا جعان ابغى اروح بوفيه اكل كبده. تعال معنا ومالك الا تيس كامل. تيس امانة هيا هيا. يا الف يا العافيه يا ابو الكفاتي. بشر والله بالخير. انت من يوم تركت الغليم هذا وعفشه اللي معه عز الله كتبه تلقى خير. ابشر والله بالخير. اقول لك في انا كلاوي اب قدامك الشحم واللحم تقول لي كلاوي اب دورها منا ولا منا ولا تصدق يا اخوي طبيك الجوع انت تبي تاكل انقز وكل معي يا اخوي. يا اخوي وجهنا يستاهل. خلاص ارفق ارفق عليه ارفق عليه هذا ابو الكفاتي هذا. اقول يا ابو الكفاتي اباك تشتغل معي وبعطيك ميزانية مفتوحة لكن ها ما باك تنقال إلا الشيء الطيب. أبشر بها وأنا ابن مكفيت. أقول لك أبغى كل يوم تيس كامل. يلا حلو حلو يا ويجي يلا حق يزكينك زكينا. أبشر أبشر والله فخار. تبي اصدق ولد عمي يبي لك عالم يبي لك ربع يبي لك تحالفات. على العموم التوجه للصياد قال عشان عندي بالمخيم الليله. اقول لك هذا اشقح ولا مغر ولا مجهم؟ انت ما شايف عينك؟ يا ابني ما شاء الله عليك كأنك جاي تدور على الحلال الطيب. ياوا أنا الشيخ بن مكفيت رأي النظر كل اللي فازوا أنا اللي نقيت لهم حلالهم. وإنت بتشتغل عند مين؟ أشتغل عند أبو قبلان كلفني أشوف له حلال طيب. وليش تغلب حالك؟ أنا رح أريحك وأخليك ما تجيب ولا تشارك إلا بالشي اللي عليه القيمة. أنت رأي نظر؟ لا أنا اللي بخلي راعي النظر عنده نظر بس إنت خليك معاي راح تكون رضيان انت وابو قبله. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرتوا بيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم وهنا منهم ضيوف ياسر شباب تركي الاول. تركي الاول ومن هناك هناك منهم هناك ضيوف الشيخ عامر. ضيوف الشيخ عامر شباب حي السري. حي السري. وهناك منهم هناك ضيوف شكش من جدة للرخاء والشدة. حي الهندوية. مرحبا ابو. حي الهندوية. مرحبا ابو. وهذول عاد اصدقائي اصدقائي حي ام الحمام. شباب ام الحمام. وهناك منهم ما اصدق الشيخ عامر. الشيخ عامر البطل السيف الجبل الحمام. الحمار الحمام الحمام. واسمع لي يا شيخ عامر اقدم لك شاعر الجزاله شاعر الادب شاعر الثقافه انه شاعر الليل عزوز الليل. ارهب ثم ارهب ثم ارهب. جينا نشارك ونبارك لله المجلدات مجلدات مجلدات. جينا نشارك ونبارك للعلم جلعدات. جينا وفروسنا سطر وتشيش. حي الله عامر والقعدان والمفطحات. ولا تنسونا يا أخوان من الإكراميات والبخشيش. أنت جاي تشحد هنا؟ جاي أقتات عن طريق الشعل. يا عم أقتات عن طريق شارع المنصور في مكة. طس هناك اغلف. عريج حي عريج حي عريج. حلوة وسلوة والثقة يبقى ثقة في محل الشيخ عامر جلح عامر راعي مجلعدات الجزيرة. معركة بكرة حامل وطيس فيها. بتدخل اشتاد ولا ما انت بداخلة؟ عفو عليك أبدخل اشتاد واللي كفو يقرب. بتاخذ اشتاد؟ عقبني الفنجال إذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ مدام الدراهم موجودة يبطي حد ياخذه وأنا عامر. كفو يا ابو قبلان. الكغلايم عامر
يقول انه بيدخل مزاد اشداد بكره. كلام شبابي هذا والله اللي عاقبنا عقوبه يا ريجي. على اي الملازم منه عقوبه؟ هي بالله عقوبه. انا وش اسوي؟ هو وش يبى مني؟ وش يبى مني؟ المنافسين من جهه وهو من جهه، انا وش اسوي انا؟ لكن اشداد قدام راسي شم الهواء والله ما يذوقه. اقول لك ايش سويت؟ ضربتها ابره ببراطمها. ضربتها ببراطمها؟ انت خليك مع وهبي وهو يجمل اللي ما يتجمل. شايف هاي الناقه؟ راح تصير حديث البلد. واذا ما ربحتكن جوائز وفلوس انا ما اكون اسمي وهبي. يعني هذه الابره تنفخ ببرطم؟ بالضبط. بدك انفخ لك برطمك؟ ضحكتني. اقول لك خلص شغلك، نبغى كل المنقيه تخلص الليله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم المنافسة القوية بين أبو قبلان وصاحب مجلعد. من يفتح الباب المزاد؟ ألف ريال. ألف ريال. ألف ريال. ألفين. ألفين أبو قبلان. خمس آلاف. خمس آلاف صاحب مجلعد. عشر آلاف. عشر آلاف. عشرين ألف. عشرين ألف ريال. 30. 30 ألف ريال أبو قبلان. 50. 50 ألف. 50 ألف. 60. 60 ألف يا أبو قبلان. 80. 80 يا رعب جلعد. 100. 100 ألف. 100 ألف. والله احترقت اليوم. 100 ألف. منافسة قوية. هاي يا رعب جلعد إيش تقول؟ 150 ألف. 150. 150 ألف. 150 ألف. ها وش تقول يا ابو قبلان؟ 150. ها يا ابو قبلان اقول عطيه. تحيه الجمهور. الف الف مبروك يا صاحب الجلعد. لا داعي لا داعي لا داعي، اشداد له هلا يا اخوان. اللي ما يقوى اشداد لا يقربه. اتحداك يا المذيع البطل. مشينا يا عيال مشينا. سب الشيخ سب. مر علينا بالمخيم باذن الله. روح يا اخ كفته. نعم. البل هذه كلها فيها عبث. ايش عبث؟ مضربه ابر وملعوب فيها. ما هو يا شيخ يا شيخ انا بعلمك بعلم ما هو بزين. وش انا هي علومك اللي ما هي بزينه؟ منقيتك علامه شراها الكفته طلعوها مع المشرحه. وش وش؟ اي والله يقولون فيها عبث. والله اني خابر، خابر ان كفته هذا ما يجي من راه الا الدواهي. من يوم شفت المقرود عامر وانا خابر انه بهذن حظنا ردي، لكن هين انا اوريك كفته لك فت كفت الشر. مش انا مش انا. اعطيك الشغل هالحين يا ابو الكفاتي. أعرف شلونك فتك في الصندوق هذا. أخلي جميع الناس اللي يشوفك. قلنا بنقبض في يوم التحدي دام عامل خاص بكسر بالخسارة. الصياح تشاهد أهلك بالهزيمة بالشداد نوق كاس المرارة. هذا عامل لا حضر ونجل عداته وضعهم معروف دايم بالصدارة. I'm not afraid.